يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، هل الاستثناء في قوله سبحانه إلا قليلا استثناء منقطع أما المراد بالمعنى؟ يجوز السكنى في بلاد الكفار التي لم ينهى الله عن سكنها، الأصل أن الأرض للناس يسكنونها ولو كانت فيما سبق بلاد كفار إلا ما نهى الله عن سكناه فلا يسكن. نعم.